إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني وسوسة، تذكروا آيات القرآن، تذكروا آيات الاستعاذة بالله، تذكروا أن الشيطان ضعيف لا يملك شيئاً، تذكروا أن الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم مبصرون مواقع الخطأ، وإخوانهم يمدونهم، إخوانهم من شياطين الإنس يمدونهم في الغي بالانحراف، ثم لا يقصرون، أي لا يمسكون عن إغوائهم حتى يصروا على المعصية ولا يرجعون عنها. بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أيها الإخوة، نزغ تشبه نخس، يعني في مسافة بينك وبين إنسان آخر، نخسته بعصا أو نخسته بيدك، دفعته هكذا أو دفعته إلى شيء أو أغريته بشيء واستخدمت يدك، نزغ ونخس. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، كل واحد من بني البشر معه ملك يلهمه الصواب ومعه شيطان من الجن يوسوس له بالمعصية. فالآية الكريمة الآن وإما ينزغنك، إذا شعرت أن هناك وسوسة تدفعك إلى معصية، إلى عمل لا يرضي الله، إلى لقاء لا يرضي الله، إلى علاقة لا ترضي الله، إلى خلوة لا ترضي الله، إلى نزهة لا ترضي الله، إلى صفقة لا ترضي الله، إلى شراكة لا ترضي الله، إلى اطلاع لا يرضي الله، إلى حديث لا يرضي الله. وإما ينزغنك، كأنه إنسان نخس إنساناً وقال له خذ هذه. أحياناً الإنسان يكتفي بالكلام، إذا شيء مهم جداً يضيف إلى كلامه إشارة، فإذا كان شيء مهم جداً جداً يضيف إلى كلامه وإلى إشارته وخزاً، قم تحرك، افعل ما أقول لك، لا تفوت هذه الفرصة، فرصة ثمينة تسعد بها، دعك من كلام العلماء، أنت في دنيا، استفد من هذا العمل، عليك أن تبحث عن لذتك، عن مباهج الدنيا، هذه كلها وساوس. لذلك إن أصابتك أيها المؤمن وسوسة مع دفع إلى عمل، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لمجرد أن تستعيذ بالله يحترق الشيطان. أعطاك الله عز وجل سلاح فعال. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. يقابل ذلك إذا ألهمك ملك اذهب واحضر درس التفسير مثلا، دعك من هذا اللقاء، دعك من هذه النزهة، دعك من هذا الصديق، هذا يغريك بالمعاصي، دعك من هذه التجارة فيها مادة محرمة، دعك من هذا اللقاء، دعك من هذه السفرة. الشيطان يوسوس والملك يلهم، والشيطان والملك
لا يملكان شيئاً إلا الإلهام أو الوسوسة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. كلام الله، كلام خالق الأكوان، آية صريحة رائعة. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. يعني أنت لو أنك ترتدي أجمل الثياب في الصيف، ثياب بيضاء غالية جداً، وقميص وحذاء وما إلى ذلك، ونزلت في حفرة ماء آسٍ، ماء أسود، ماء مجاري، وتوجهت إلى الشرطة لتشتكي على واحد فيما أصابك، فسألك المحقق هل دفعك إلى الماء؟ قلت له لا والله ما دفعني. هل أشهر عليك مسدساً وأمرك أن تنزل؟ قلت له والله لا، ما فعل هذا. قال لك هل أمسكك ووضعك في الماء؟ قلت له لا. فقال لماذا تشتكي عليه؟ قال لأنه قال لي انزل فنزلت. أليس هذا أحمقاً؟ هذا وضع الشيطان مع الإنسان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. الله عز وجل هو الخالق، بيده كل شيء، فلذلك ما منا واحد إلا وقد أوكل الله به قريناً من الملائكة يلهمه الخير، وقريناً من الجن يوسوس له بالشر، لكنهما لا يملكان إلا الإلهام والوسوسة. فلما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، فقالوا وإياك يا رسول الله؟ قال وإياي، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. الجن الذي أوكل برسول الله أسلم على يديه. نعم. إذاً وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. هلأ أنت لو أنك صامت ماشي بالطريق تأتيك آلاف الخواطر معظمها من الشيطان، لا تذهب، لا تعبأ برضا الأم، أخوك يخدمها، دعك من هذا، دائماً في خواطر. طبعاً علماء النفس يقولوا هذا مونولوج، حديث النفس يعني. واحد ركب لحلب بالسيارة خمس ساعات ساكت، لا يفتر عن حديث نفسه ولا دقيقة، من موضوع لموضوع 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 لموضوع. فهذا الحديث حديث النفس، بعضه من الشيطان وبعضه من الملائكة، بعضه إلهام ملائكي، بعضه وسوسة شيطانية. فبطولتك ألا تصغي للشيطان. لكن أيها الإخوة، الشيطان لا يتعب إطلاقاً مع أهل الضلال، لأنهم في أعمالهم يحققون هدف الشيطان. يعني شاب لا يصلي ولا ينضبط ولا يستقيم على أمر الله، يقول لك ما عندي ولا مشكلة،
طبعاً ما في مشكلة لأنك تحقق هدف الشيطان، ما في مشكلة لأنك تفعل ما يريد منك الشيطان، ما في مشكلة لأنك غارق في الملاهي في المعاصي والآثام. طبعاً الشيطان لا يقترب منك لأنك امتداد له، لأنك محقق لأهدافه. أما حينما يتوب هذا الشاب ويعقد التوبة مع الله ويصطلح مع الله، يأتي دور الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ما داموا في طريق منحرفة أدعهم وشأنهم، لأنني أريدهم هكذا. أما إذا سلكوا الطريق إليك، أما إذا اصطلحوا معك، أما إذا استقاموا على أمرك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ولآتينهم من بين أيديهم، يعني من أمامهم. تقدم عصر الفضائيات، الكمبيوتر، المرأة نصف المجتمع، من حقها أن تبدي كل زينتها، هذا من حقها الطبيعي. لا بد من إيداع الأموال ببنوك ربوية، هذا مال له قيمة. ولآتينهم من بين أيديهم، العولمة والعصرنة والتقدم والفضائيات والمرأة نصف المجتمع وما إلى ذلك، وضرورة الربا إلى آخره. ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، هذا البلد أصله روماني، وهذا البلد أصله فرعوني، وهذا البلد أصله آرامي، يتجاوزون الإسلام إلى أقوام وثنيين عاشوا قبل الإسلام، يعتزون بهم، يستخدمون رموزهم. إما أن يحتج الشيطان بما أمامك أو بمن خلفك: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم. هلأ وعن أيمانهم، يعني يأتيك بوسوسة من النواحي الدينية: صلاتك ما صحت، لم تكن في خلال الصلاة متجهاً إلى الله كلياً، ما دامت هذه الصلاة لا يقبلها الله دعها، لا تأتي إلى الدرس، أنت لست على ما ينبغي، ما دمت لا تطبق لا تأتي إلى الدرس، يبعدك عن درس علم، عن عبادة، عن نافلة، عن طاعة لله، وهكذا من بين أيديهم. أو بالوسوسة: الوضوء ما صح، بعيده مرة ثانية، ثالثة، رابعة، هي أمراض كلها. مرض الوسوسة يصير معه وساوس قهرية، نعوذ بالله منها، هي من أيمانهم. مرة دخل واحد إلى المسجد، قصة قديمة جدا، قال: كل واحد ليس على رأسه قبعة صلاته باطلة. بهالبساطة، بهالبساطة، هي عن أيمانهم. إنه في بالفاتحة 14 شدة، إن لم تأتي بها فالصلاة باطلة. كلام غير معقول. والله كتاب اطلعت عليه قبل أيام، كتيب صغير، إنه كل إنسان أثناء الحج سعى في الطابق الثاني أو رجم في الطابق الثاني حجه باطل، ويبقى محرماً إلى يوم القيامة، وكل لقاءاته مع زوجته بالحرم. شيء جميل والله. فهي عن أيمانهم، عن أيمانهم. بيأسك، يعطيك اليأس. مثلاً بيقول لك: فلان الفلاني يقرأ القرآن كل ليلة. ما بتقدر، هي 600 صفحة، لو قرأت بأسرع طريقة ما بتكفي. أو يصلي بكل ركعة، بخمس ركعات القرآن كله. أو الإمام الفلاني
صلى لأربعين عاماً الفجر في وضوء العشاء. أنت بتقدر ما تنام؟ هو هذا العالم ليس من بني البشر؟ وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. لما بتقدم الإسلام على أشكال تعجيزية، لا لا، أشدكم لله خشية أنا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أنام وأقوم، أنام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، وأقوم وأصوم وأفطر، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. عن أيمانهم يعطيك نموذج فوق طاقتك. لا تستطيعه أن فلان يذكر الله في اليوم 100,000 مرة. طيب عدوا أي مسارح؟ عدوا 10 ساعات، بدك تشتغل، بدك تأمن طعام لأولادك، أذكار فوق طاقة البشر. أو يقرأ كل ليلة القرآن بكامله فوق طاقة البشر، أو 40 سنة يصلي الفجر بوضوء العشاء. إذا أرادوا أن يجعلوا لك الدين شيء غير معقول، غير مقبول، فقد أبعدوك عن الدين بطريقة أخرى. لذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم أو قصص ما أنزل الله بها من سلطان. واحد سأل عن طالب علم عند عالم، قال له: هذا بضع من الماء بالأرض. قال له: من شدة محبته لنا ذاب. من شدة محبته فذاب. هذه الماءات، هذا قصص غير معقولة، خرافات، سحبات، دجل، شطحات. الدين علم. لما الصحابة الكرام توهموا أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وقف النبي عليه الصلاة والسلام مصححاً لهم، قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينبغي أن تنكسفا لموت واحد من خلقي ولا لحياته. كنت مرة في مكة المكرمة حفظها الله، فسمعت أخبار غير معقولة أن هناك أنوار ساطعة من القبة الخضراء باتجاه السماء، أنوار النبي، اللهم صل عليه. سمعت هذه القصة من أشخاص عديدين. فلما وصلت إلى المدينة في درس علم حضرته، فقال المدرس جزاه الله خيراً: أعلمني أمير المدينة أن هناك أشعة ليزر وضعت على سطح المسجد النبوي لإرشاد الطائرات. أشعة ليزر أصبحت أنوار. هذه مبالغات، دعك من هذا. أو تأتيك أيام رسائل إلكترونية أنه بيل جيت أسلم، مو صحيح، ما أسلم. الغابة على شكل لا إله إلا الله ليست صحيحة. هذه المرأة داست على المصحف فمسخت إلى قرد من صنع الكمبيوتر. مركز إلحادي يصمم هذه الصور ليضحك علينا بها. وإن شاء الله بدرس معين، أكثر من 70 حالة خلية نحل عليها اسم الله، موج بحر على شكل اسم الله عز وجل. يعني يشغلوننا بأشياء لا تقدم ولا تؤخر. نحن ديننا دين منهج، دين عقيدة، دين حركة، دين عمل، مو دين تبرك، دين أشياء لا تقدم ولا تؤخر. أيها الإخوة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولآتينهم عن أيمانهم وعن شمائلهم المعاصي والآثام. بس هل انتبهتم إلى أن الله أغفل جهة العلو وجهة الدنو؟ العلو تشير إلى الله عز وجل، هذا الطريق سالك وآمن، شيطان ما في. والدنو طريق الافتقار إلى الله، وهذا الطريق وهذه الجهة سالكة وآمنة. إن افتقرت إلى الله ما في ولا مشكلة، إن أقبلت على الله ما في ولا مشكلة.
أما ولأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يقول لك خسرنا 8 ملايين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربحان 100 مليون السنة الماضية، نقصوا 8 ملايين السنة، صار خسران 8 ملايين. ولا تجد أكثرهم شاكرين، دائما يشكو. هي من علامات من مشى مع الشيطان. أما النبي الكريم كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت. تتمتع بحواسك الكاملة، تتمتع بصحة جيدة، لك بيت تؤوي إليه، لك زوجة وأولاد، انتهى الأمر. المؤمن شاكر والآخر ساخط، ولا تجد أكثرهم شاكرين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أيها الإخوة، الشيء الدقيق أن الله سبحانه وتعالى حينما أمرك أن تستعيذ به فاستعذ بالله، دقيق. أنت ممكن تلجأ لجهة كي تعينك غير موجودة، يكون ما في عقل واحد، لا بد من أن تلجأ إلى جهة موجودة. هل يمكن أن تدعو جهة لا تسمعك؟ مستحيل. لا بد من أن تدعو جهة موجودة وتسمع. هل يمكن أن تلجأ لجهة لا تقدر على إنقاذك؟ مستحيل. لا بد من أن تدعو جهة موجودة وتسمعك وتقدر على إنقاذك. هل يمكن أن تلجأ إلى جهة لا تحبك ولو أنها قوية وقادرة وتعلم موجودة؟ لا. لا بد من أن تستعيذ أو أن تلجأ إلى جهة موجودة تسمعك وتقدر على تلبية طلبك وتحب أن ترحمك. إنها الله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقلب حاضر بتوجه إلى الله. ينتهي فعل الشيطان. إنه سميع عليم، يعني إن تكلمت فهو سميع وإن سكت فهو عليم وإن تحركت فهو بصير. سميع بصير عليم، إن تكلمت فهو سميع وإن سكت فهو عليم وإن تحركت فهو بصير. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أيها الإخوة، الآن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، الآن في عنا النزغ، النزغ نخس عن بعد في مسافة، أما المس أحياناً تضع يدك بيد صديقك تقول له يدك باردة جداً، لك والله معي أنا أعراض نقص تروية، لما لمسته شعرت بالحرارة لما مسسته. أما إذا لمست شعرت بالحرارة والنعومة، فصار في عنا نزغ ومس ولمس. إن الذين اتقوا إذا مسهم، النبي عليه الصلاة والسلام إن وجهت إلى النبي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ إن أصابتك وسوسة تثير غضبك على المكذبين فاستعذ بالله. نزغ المؤمن. إن الذين اتقوا إذا مسهم عن قرب طائف من الشيطان تذكروا آيات القرآن،
الاستعاذة بالله، تذكروا أن هذه وسوسة من الشيطان، وأن الشيطان لا يملك لهم شيئاً، لا يملك إلا الوسوسة فقط، تذكروا. فإذا هم مبصرون لمواقع الخطأ. سيدنا يوسف، عظمة هذا النبي الكريم أنه حينما دعته امرأة ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رب العالمين، فأصبح سيدنا يوسف. لذلك وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن وجهت هذه الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها إذا أثارك الشيطان وأثار غضبك على المكذبين بك لا تعبأ به، فدعه فاستعذ بالله إنه سميع عليم، سميع لدعائك، عليم باستعاذتك. أما المؤمنون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، تذكروا القرآن، تذكروا أمر الله بالاستعاذة به، تذكروا أن الشيطان لا يملك لهم نفعاً ولا ضراً، تذكروا أن الشيطان ضعيف، فإذا هم مبصرون. هو الشياطين نوعان، شياطين الإنس وشياطين الجن. يعني مرة ذكرت أنه إنسان سيء جداً التقى مع الشيطان، قال له ماذا أفعل؟ قال له افعل كذا، قال له فعلتها، أعطاه حل ثاني، قال له فعلتها، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، العاشر، قال له كله فعلته، قال له والله أنا هذا اللي عندي. ماذا تريد أن تفعل أيها الإنسي؟ قال له أريد أن أفعل كذا وكذا، قال له خاف الله يا رجل. يعني شيطان الإنس يخوف، والدليل الله عز وجل قدم شياطين الإنس على شياطين الجن. والله ما يفعله العالم الغربي، لك يحتلون، يسفكون الدماء، يقتلون الشباب، يهدمون البيوت، ينهبون الثروات تحت شعارات براقة من أجل الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان. عندهم حقوق الحيوان، أما 1300 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، ولا تعليق ولا كلمة أبداً. لذلك شياطين الإنس أشر من شياطين الجن، وإخوانهم شياطين الإنس يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا يمسكون عن إغوائهم. يعني مثلاً لماذا قال الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفاً؟ بوسوس الشيطان. أما لماذا قال تعالى إن كيدكن عظيم؟ هي شيطاني بس على شكل إنسان، لك حاجة عنده تثير شهوتك، لذلك إن كيدهن عظيم. فلذلك أنا أقول كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني أكبر فتنة تصيب المسلمين فتنة النساء في آخر الزمان. وقال بعض العلماء كان الغرب يجبرنا، دقق، بالقوة المسلحة على أن نفعل ما يريدون، لكنهم الآن يجبروننا بالقوة الناعمة بالمرأة على أن نريد ما يريدون. لذلك جاءت آيات غض البصر في القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، يعني وسوسة، تذكروا آيات القرآن، تذكروا آيات الاستعاذة بالله، تذكروا أن الشيطان ضعيف لا يملك شيئاً، تذكروا أن الله عز وجل قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فهم مبصرون مواقع الخطأ. وإخوانهم
يمدونهم إخوانهم من شياطين الإنس، يمدونهم في الغي بالانحراف، ثم لا يقصرون، أي لا يمسكون عن إغوائهم حتى يصروا على المعصية ولا يرجعون عنها. وإذا لم تأتهم بآية، قال تعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هذا ليس بيدي. لذلك وإذا لم تأتهم بآية من هذه الآيات قالوا لولا اشتبيتها، لولا صنعتها أنت بنفسك، هو بشر، إنني بشر. وإذا لم تأتهم بآية من هذه الآيات قالوا لولا اشتبيتها، أي لولا فعلتها أنت وتكلفتها وصنعتها لنا كي نؤمن بك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا متبع ولا أقدر أن آتي بهذه الآيات. لذلك قال تعالى: قل لا أعلم الغيب. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وأي إنسان يدعي علم الغيب فهو كاذب. قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أربع آيات: لا يعلم الغيب، لا يملك النفع والضر، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أي إنسان يدعي خلاف ذلك فهو كاذب. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اشتبيتها، لولا تكفلت بها أنت وأنشأتها من عندك، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذه بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أيها الإخوة، الله عز وجل في بعض الآيات حينما جاءت كلمة يقين لقوم يؤمنون قال: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. يعني في علم يقين، وفي عين يقين، وفي حق اليقين. جدار وراء دخان، والقاعدة المنطقية لا دخان بلا نار، فهذا علم اليقين. فإذا أتيت وراء الجدار ورأيت النار بعينك هذا عين اليقين، فإذا اقتربت من النار وشعرت بالوهج الشديد فهذا حق اليقين. فينبغي أن ينتقل المؤمن من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. أما حق اليقين فجاءت في قوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. أيها الإخوة،
من بلغ علم اليقين أو عين اليقين أو حق اليقين، كما قال سيدنا علي: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. وقال في قول آخر: والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. هذا علم اليقين مع حق اليقين مع عين اليقين. أيها الإخوة، حينما قال الله عز وجل: وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذه بصائر من ربكم. الآية القرآن، الآية المنهج، الآية هذا التصور الرائع للكون والحياة والإنسان، الآية هذه التفاصيل. فالمعجزة القرآن، المنهج، الدستور، العقيدة، هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بصائر، أي هذه الأنوار التي هي القرآن الكريم. وهدًى، هذا القرآن يهديكم إلى سبل السلام، السلام مع نفسك ومع أهلك ومع من حولك ومع ربك. وهدًى ورحمة سعادة، راحة نفسية واستقرار وسعادة وقرب من الله. إن أتبع إلا ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم، منهج كامل، افعل ولا تفعل، يهديكم إلى السلام والسعادة والرحمة، هي قمة العطاء الإلهي. ورحمة لقوم يؤمنون. والحارس بن مالك الأنصاري مر برسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبحت مؤمناً حقاً؟ فقال: انظر ما تقول، أصبحت مؤمناً حقاً. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال: قد عزفت نفسي عن الدنيا، وأسهرت لذلك ليلي، وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها، أي يرفعون أصواتهم بالبكاء والعويل. فقال عليه الصلاة والسلام: يا حارث، عرفت فلسفة